أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أنا أنتظر من نصارى أن ينصروهم؟ أنا أترقب في كل يوم قرارا من الناتو أو من مجلس الأمن أو من غيره. أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألهم عن امرأة ثكلى وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين قراراتكم؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة؟ لنعتبر ذلك الطفل الذي يقتل، اعتبر أنه ولدك، وتلك الفتاة أختك، وتلك الأم أمك، وذلك الشيخ الكبير هو أبوك. ينبغي أن نحزن لحزنهم، وأن نجد لموجدتهم، وأن نصاب لمصابهم، وأن نقترب لكربتهم. إنما المؤمنون إخوة. هل نحن نقاوها فقط دون أن يكون لها الأثر على واقعنا، على أموالنا، على أنفسنا، على جهادنا؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين الرفعة للدين؟ أين الحرص على نصرة المسلمين؟ أين حق المسلم على المسلم؟ فإذا كان الله تعالى يعاتب العبد، لما لم تزر فلانا لما مرض ولم تعده ولم تقف معه؟ فكيف إذا كان يقتل ويسحل ويغتصب وتغتصب بناته وتؤخذ أمواله ويحال بينه وبين دينه؟ كيف يكون الشأن إذن؟ سيسأل الله أصحاب الأموال، لما لم تدعموا إخوانكم هناك؟ لما لم تدعموا جهادهم ضد عدوهم الفاجر؟ لما لم تدعموهم بمالكم وجهدكم؟ ومن أراد أن يصل فيستطيع الوصول. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، يا منان، يا حي، يا قيوم، يا ملك، يا مؤمن، يا سلام، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا قوي، يا متكبر. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أجلك وأرفعك، سبحانك ما أعلاك وأعزك. اللهم إنا نستنصرك عليه، فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد، يا حي يا قيوم يا رب العالمين.